صراحة شعور يفوق جميع الوصوف. 92 سنة من الأمان والإنجازات، عقبال مليون سنة إن شاء الله. وأنا هذه السنة حبيت أني أغير شوي وأرسم رسمة تقديرا لحبي للوطن، اللي هو شعار المملكة، السيفين والنخلة. السيفين تعبر عن القوة والنخلة عن العطاء. رسمت النخلة محمد بن سلمان لأنه يمثل العطاء بالنسبة لنا للشعب السعودي. بمناسبة يوم الوطني نحب أن نحن نقدم أسماء آيات التهاني مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، والكافة الشعب السعودي وكل المقيمين على أرض هذه الطيبة. 92 عاما نسعى فيها إلى التطور، ومن خير إلى خير، ومن استقرار إلى استقرار. الجميع يعني يشهد تغيرات عظيمة في هذا البلد العظيم، والكل يحافظ على مكتسباته في كافة المجالات. نشكر خليجية على هذه الاستضافة، نشكر جميع من يصنع الفرح من كل الجهات الحكومية والخاصة في هذا اليوم. بهالمناسبة نقول كل عام والوطن بخير، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين، ونقول يا رب كل سنة والوطن بخير والشعب السعودي بألف خير. أهني الملك سلمان وولي عهدي الأمين ودام عزك يا وطن. والله نبارك للشعب السعودي وقيادتنا الرشيدة الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه، ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، والله يديم الأمن والأمان على وطننا الغالي. أول شيء استغل هالمناسبة وأبارك للشعب السعودي وأقول لهم كل عام أنتم بخير وعيد وطني سعيد لكم جاء الله. احنا كيمنيين بصراحة، أنا كيمني أشعر أني في بلد الثاني، وما في غير أقول أنه هذا بلدنا وهذا مكان الثاني، وكل عام أنتم بخير صحة وسلامة.